السلام عليكم الاخوان، كيف تمام؟ مزيانين بخير ان شاء الله يا ربي. كيفاش طيح الخط ديالك ديال الصفر او الخط ديال الزيزوارة تقريبا؟ يعني هاد الماكينه بحال الزيزوارة عامله. هاد الفيديو هذا غادي نشرح لكم كيفاش طيح الخط ديال الزيرو، كيفاش تفيني الدرجه ديالك ديال الزيرو، كيفاش تطلع داكشي الدرجه مضببه. جميع كلا الحالتين الاخوان غادي نشرح لكم هاد الفيديو هذا. شوف كيفاش كنطراسي الزيرو ديالي، حاولت نزرب لكم هاد المقطع هذا باش ما نطولش عليكم بزاف. حاول تفيني الزيرو ديالك مزيان بهاد الدقه هذه، ما تجيبش شي طالع شي هواد. فيني الصمطه ديالك كما كنقولوها، فيني السميطه ديالك كما كنقولوها بالدارجه، فيني السميطه ديالك مزيان. ننتقل لاتجاه اخر، كما كنعملوا اتجاه اخر كنمشيو اتجاه ديال اليمين. بديتي من اليمين قبل ما تبدا الشمال، شوف في المرايه مين بديتي اليمين وكمل الشمال. ما حاول دائما شوف رقم المرايه ديالك اليمين وشمال عادك بدا، ما تبداش عشوائي، دائما رقم المرايه ديالك. شوف كيفاش كان فيني الزيرو ديالي مزيان. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا، بلي لايك وكومونتير وبارطاج، ودوزنا عندي راه لاشين ديالي الثاني راه كنزل فيها شي معلومات واعرين بزاف، صالون بادرو بلس. دوزنا عندي الجوره في صندوق الوصف الاخوان، لاشين ديالي الثاني راه بزاف ديال المعلومات كننزل. المهم ما نطولش عليكم، شوف دابا كنعمل جوج وجوج ونص صغيره الاخوان ديال الوان، جوج وجوج ونص، جوج وجوج ونص. هايدا كنعمل، ودائما مشطه في يدك، دائما مشطه في يدك، ودائما كتراقب المرايه ديالك، دائما دائما ما كاينش شي صعوبه مره، نهائيا نهائيا نهائيا. شوف كيفاش كان فيني، دابا كنعمل جوج وكان فيني. كنعمل جوج قبيتي، كنت عامل جوج ونص وكنعمل جوج. حاول ما تضربش الدوره كامله بجوج ونص، حاول عمل جوج جوج ونص في بلاصتك بلا ما تضرب الدوره كامله جوج ونص عاود ترجع تعمل جوج. لا عمل جوج وجوج ونص في نفس الوقت باش ما تطولش عليك الخدمه، والناس اللي كتعطل هذه هي الفرصه ديالك باش ما كتعطلش. هذه هي الخبره اللي كانوا كيخفيوها بزاف ديال الناس عليكم. ننتقلوا لاتجاه اخر وغادي نعملوا نفس الاتجاه، جوج وجوج ونص، جوج جوج ونص صغيره الاخوان ماشي كبيره. واحد المفاجاه اللي واعره بزاف، راق معايا فيديو كاين واحد المفاجاه في الاخر واعره بزاف، واحد الحاجه بزاف ديال الناس كانوا كيسقسوني عليها في الاخر ديال الفيديو. يعني ما تزبيش عليك هذا الفيديو هذا، راه راقب هذا الفيديو هذا كامل باش تفهم مزيان مزيان مزيان. راه شي حاجه واعره هنا في هذا الفيديو هذا، راه عمري وريت لكم هذا الفيديو هذا غنوريه لكم. بزاف ديال الناس كانوا كيسقسوني في الانستغرام، هو الانستغرام ديالي هو صالون بضرب 140. غنبداو الفيديو ديالنا بهذه الطريقه هذه كامله، جوج وجوج ونص فيني مزيان، جوج وجوج ونص. فيني مزيان دائما المشطه وجوج وجوج ونص. دابا عامل جوج ديالي، غننتقلوا اتجاه اللور، ضربنا اليسار واليمين، دابا غنمشيو للوسط، غنفينيوها مزيان. حاول دائما فيني جوج وجوج ونص ديالك مزيان، اي جوج ونص، زيرو زيرو ونص، الواحد، دائما فيني الدرجه ديالك مزيان، دائما فينيها دائما فينيها. دابا غنعملوا واحد وواحد ونص، غنبداو بالواحد ونص مورها غادي نعملوا الواحد. حاول ما تطلعش ديك جوج اللي عملناها في الاول. دابا بالسي بي يو، حاول ما تخدمش بالمشطه، خدم بالسي بي يو، بهذا السي بي يو اللي خدام به انا دابا، لاحظت معايا وفي يدي. شوف كيفاش كان فيني، كنعمل واحد وواحد ونص. هذا السي بي يو اللي كنخدم به هذا راه كيفيني، وما كيخليش الزغاب تلصق على الراس ديال الكليان في الجلده، باش كتعطينا الحسنه فينيا واحد الديكور اللي واعر بزاف ديال الحسنه، كتجي الديكرادي مضبب، الديكرادي مضبب اللي بزاف ديال الناس كيعجبهم هذا الديكرادي مضبب. انتم تشوفوا الفينيسيون كيف في الاخر كيفاش كاين. حاولت فيني هادشي هذا كامل، فيني ديكرادي ديالك، حاول ما تزربش ورقم معايا كيفاش كنعمل. شوف حاول الراس ديال الكليان ما يجيش واقف بزاف، ميل الراس ديال الكليان العكس، يعني ميلو ما يجيش الراس ديال الكليان واقف عمودي، ميلو واحد الاتجاه ديال اليسار. كنتي خدام اليمين ميلو اليسار، كنتي خدام اليسار ميلو اليمين، باش كتعطيك الديكرادي ديالك كيزيد يبان. اما الا كان الراس واقف ديال الكليان عمودي نيشان راه ما كيبانش مزيان. هذه المعلومه عمري قلت لكم، وانا قلت لكم دابا غنفينيو الواحد ديالنا عاوتاني، واحد ونص، انا عامل واحد ونص. شوف واحد ونص وخطف، حاول ما تصفيش واحد ونص حتى ديك جوج اللي عملتيها اولا جوج ونص، دائما في الخط ديال الزيرو تك ضغط على ديك واحد واحد ونص، ماشي بزاف باش ما تجعلش شي تزاول، وخطف اليد ديالك، دائما خطف دائما خطف دائما خطف. شوف عامل واحد ونص، ومن موراها غادي نعمل الواحد، نفس الوقت غادي نعمل واحد. بهذه الطريقة أنا عملت واحد
لاحظتوا معايا كان فيني غير في بلاصتي يعني كان فيني براسي ومره مره عمل بالراس ديال الماكينه يعني يا الراس ديال الماكينه ديال اليمين او الشمال بهذه الطريقه هذه غنمشيو معاها كامله هاي داك شو لاحظتوا معايا ودائما داك الشيء في يدك خصها تكون ضروري ضروري داك الشيء خصها تكون في يدك حاولت فيني مورها شوف شني غادي نعمل مور واحد واحد ونص الاخوان رقم معايا شني غادي نعمل ما تزبقش الفيديو راه بزاف ديال المعلومات كاينين هنايا واي فيديو بغيتوه قولوا لي في الكومونتيرات شي فيديو بغيتو جديد شي حاجه اي حاجه بسيطه راه قولوا لي في الكومونتيرات راه تقدر راه تكون هي واخا حاجه بسيطه ولكن خصها تكون مهمه راه تينا ما عارفاش اي حاجه سقسيني عليها ولا حاجه بسيطه مره دابا غنعمل 0.5 مشطه ديال 0.5 وكنزيد النص ديال الماكينه كنعمل مشطه ديال 0.5 وكنزيد النص ديال الماكينه لاحظتوا معايا شنو كيفاش كنعمل وساعه كنعمل 0.5 عاديه نورمال يعني بلا ما كنزيد ديك النص ديال الماكينه بهذه الطريقه هذه بغيت تعملوها كاملين فيني الزيرو ديالك مزيان دائما فيني ما تنتقلش واحد الحاجه حتى تفينيها دائما ما تمشيش واحد الحاجه حتى تفينيها شوف كيفاش كان فيني مشي لاحظت معايا كيفاش الدرجه بدات كتفيني من عندنا 0.5 ديال الماكينه 0.5 ديال المشطه لاحظت معايا كيفاش بدات كتبان الحسانه بدات كدي واحد الجماليه كاينه ولا ما كاينش الاخوان شوف ديس كيفاش الحسانه بدات كتزيان هيدا بغيتكم كاملين تصردوا لي في الانستغرام الا كان ممكن يعني نشوف يعني بحال نقول لكم نشوفوا الخبره ديالكم في وصلت والنيفو ديالكم في وصل بهذه الطريقه لاحظتوا معايا شوف الراس ديال الماكينه كنعمل دابا لاحظتوا معايا كنعمل 0.5 كنزيد نص ديال الماكينه وكنعمل 0.5 عاديه ديال المشطه يعني غير بالراس ديال الماكينه غننتقلوا عاود اتجاه اخر غادي نعمل 0.5 و 0.5 زائد نص ديال الماكينه نص ديال الماكينه هو اللي كنهبطو لتحت راه هو ديال الماكينه اللي كيكون في اليسار ديال الماكينه لاحظتوا معايا هذاك هو 0.5 وشي تا في يدك ضروري دائما ضرب واحد ثلاثه الخطوات اربعه الخطوات ساعه فيني بديك الشيء اللي كتكون في يدك او السي بي يو فيني به مزيان باش كتشوف الحسانه ديالك في ماشي اما ملي كتكونش عندك داك السي بي يو راه الحسانه ما كتجيش به حتى مزيان والزغب كيكون لاصق وما كتشوفش الخط ديالك واش تفينا واش الدرجه ديالك طالعه فيني ولا لا شبر الاذن بهذه الطريقه هذه باش كتخدم مرتاح ما كتزعجكش في الخدمه ديالك وكتعطي واحد الراحه في الخدمه راه اهم حاجه هي تكون خصك مرتاح في الخدمه ديالك باش كتعطي في الخدمه ديالك وكتطلع الحسانه مفينيه لاحظتوا معايا شي الراس ديال الكليان لاحظتوا معايا ماشي الراس ديال الكليان واقف يعني ميل غادي نبداو باللور دابا غادي نعملو 0.5 والنص ديال الماكينه ديال الزيرو لاحظتوا معايا ديال 0.5 عفوا بغيتكم كاملين تخدموا الاخوان هيدا دائما الهضره القلب كتمشي للقلب دائما الهضره القلب كتمشي للقلب وقولوا لي اي حاجه ضعافين فيها الاخوان راه هاد الفيديو هذا راه تسيني اللي كتطلبوا لي في الكومونتيرات باش كنعمل لك انا ما تقولش انا ضعيف واحد الحاجه وتحشم لا قولها لي في الكومونتيرات انا راه كنشوفها وراه غادي نعمل لك فيديو ان شاء الله يا ربي بالامكان ديالي غادي نعمل لك ديك فيديو ان شاء الله يا ربي نتمنىكم تستفدوا كاملين ونتمنى تتعلموا كاملين واي حاجه اللي بغاها شي حاجه الله يوصلوا لي ان شاء الله يا ربي هذا القلب كتمشي للقلب شوف كيفاش كنخدم وتعلم دائما كان فيني لاحظتوا معايا كنضرب جوج ديال الخطوات كان فيني بغيتكم هيدا وشوف عندي واحد المرحله الاخوان الا بغيتوا نعمل لكم فيديو ديال الرياكشن انا نقول لكم ديالاش ديال الرياكشن بلاتي وقف هادشي هذا ما بقاش كيصلح دابا ديال الرياكشن شي حاجه واعره بزاف مشطه ديال عفوا 0.25 كيفاش طيح الخط ديالك ديال الزيرو هاد الطريقه هذه بغيتكم كاملين تعملوها 0.25 وهذه هي اللي كتفيني الحسنه ديال الزيرو وش حاجه واعره بزاف شوف غير بالراس ديال الماكينه كنعمل كنخطف غير بالراس ديال الماكينه شوف غير بالراس ديال الماكينه باش كيطلع داكشي سموث يعني داكشي واعر بزاف واحد النظره كيعطيها لي واعره بزاف والدرجه ديالك كتفينا وتا الكليان كيعجبو الحال ملي كيشوف ديك الدرجه هذه لاحظتوا معايا دابا عامل 0.5 كامله مهبط 0.5 كامله يعني ديال الماكينه ماشي 0.5 ديال المشطه 0.5 ديال الماكينه كنزيد نفيني يعني كنشوف شي كحوله باقا تما كنزيد نفيني بها لاحظتوا دابا هذه 0.25 0.5 كان 0.25 0 الى شتي 0.5 و 0.25 وبقى الخط وزيدتي عملتي الزيرو ديال الماكينه كبيره وبقى الخط غادي نوريكم كيفاش طيحوا ديك الخط ديال الزيرو اللي كيكون حاد
يعني الزيرو كيفاش حاد. ولا بغيتو نعمل لكم فيديو كيفاش ترجع الماكينه ديالك حاده يعني من الزيرو ديالها اللي واعره بزاف وكيفاش تنظف الماكينه ديالك، كتبها لي في الكومونتير يعني قولي خصنا هذا الفيديو هذا وهذا الفيديو هذا، اي حاجه كتبوها لي في الكومونتيرات راه مصلحه ليكم، يعني الحاجه اللي فيها ضعيفه كتبها لي في الكومونتير باش نعدل لكم فيديو عليها جديد ان شاء الله يا رب. شوف كيفاش كنخدم، شوف لاحظتوا معايا هي واحد الاتجاه كيفاش عطيتو الاهميه باش كتطلع ديك ديك الديغرادي ديالي، كنتقل لكم راه ثقيل بزاف راه بالبطء باش كنستافدوا يعني باش نوريك واحد الحاجه ما كنبغيش نزرب عليك. شوف الكاميرا كيفاش قربتها لك باش تشوف كيفاش الدرجه كيفاش كطيح، راه بزاف ديال الناس ما كيبغيش يوريكم هذا الشيء هذا، وراه بزاف ديال الحاجات غادي مقنفرش بزاف ديال الحاجات ديال الشيء هذا ديال الحلاقه وبرودويت ديال الحلاقه وكريمات ومواكن بزاف ديال الحاجات كاين. غير صبروا راه الماجي احلى الاخوان، غير صبر 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 ودائما اي حاجه كدوز ولا بالصبر، يعني ما تقولش راه ما جبرتش خدمه وغادي نعمل لكم فيديو كيفاش تلقى الخدمه. الا كان خصك هذا الفيديو هذا راه كتبها لي في الكومونتيرات، راه انا تفكرت فيديو كيفاش تبقاش على الخدمه وكيفاش تجبر الخدمه وتخدم، كتبها لي في الكومونتيرات. شوف كيفاش كنطيح الخط ديالي ديال الزيرو، كنعمل زيرو راه دابا عامل زيرو كامل زيرو سيك ديالي كامل، وكنعمل دابا 0.5 نفس الوقت كنعمل 0.05 0.25 كلا الحالتين ثلاثة ديال الحاجات في بلاصة واحدة كنعملها ما كننتقلش اتجاه آخر، كنفيني في بلاصة واحدة. ولاحظتوا معايا كنزول كنبعد من الراس ديال الكليان باش كنشوف الدرجة ديالي كيفاش كطيح. هيدا بغيتكم والهضرة ديال القلب كتمشي للقلب، راكم عزازين عليا وأي حاجة تمنيتيها من القلب ديالك راه غادي توصل. شوف 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 أي حاجة وصلتي لها من القلب يعني عملتيها من القلب ديالك غادي توصل. ودعاوي الوالدين راه كاملين كيوقفوا معنا ان شاء الله يا ربي. شوف كيفاش فنيت الدرجه ديالي، شي الراس ديالي ديال الكليه اللي كنت هضرت لكم في الاول كيفاش خصو يكون مايل، راه انا الدرجه ديالي راه عفوا الراس ديال الكليه انا راه مايل ما واقفش عمودي باش كنشوف الدرجه ديالي كيفاش طايحه مزيان وكيفاش انفينيا. الا وقفتي الراس ديال الكليه عمودي راه ما كتجيش الدرجه انفينيا مزيان. شوف كيفاش 0.5 كيفاش كنخطف يدي، ديما الخطف 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 ثم الخطف، ديما الخطف الدرجه ديالك راه غتوصل لي شي حاجه واعره بزاف الا تعلمتي الخطيف وتعلمتي كيفاش تنسجم مع بين الحاجه اللي قويه وضعيفه، يعني كتخفف كما كنقولوا يعني خفف، يعني تشوف حاجه قويه خف على ذاك الاتجاه اللي ضعيف، ذيك الحاجه اللي ضعيفه ساويه مع ذيك الحاجه اللي قويه وهي ماشيه باش كتجي الحاجه الدرجه ديالك انفينيا. لاحظتوا معنا كيفاش الدرجه ديالك كتفينا، ولكن كاينه واحد الخط راه واخا انفينيا الا لا ديسيبل راه كاينه واحد الخط، مش نقول لكم شي صافي الدرجه ديالي صافي تفينات صافي سالينا فيديو، لا باقي واحد الخط وباقي واحد الحاجه ديك الخط اللي بزاف ديال الناس كيطيحوا في ديك المشكل ما كيعرفوش كيفاش يطيحوه. في هذا الفيديو هذا غادي نزيد نشرح لكم كيفاش تطيح وديك الخط ديالك وكيفاش تبسط، ما كنبغيش نعمل المونتاج بزاف ما كنبغيش نقصر فيديو بزاف، كنحاول نبسط لكم كل شيء واخا يجي فيديو طويل، اللي بغى يتفرج يستافد كامل يتفرج كامل، اللي ما بغاش يستافد راه ما عندوش الكانه يتعلم، راه اللي عنده الكانه يتعلم راه كيتفرج فيديو كامل وما كرهش دائما فيديو جدادي ودائما معلومات جدادي. شوف كيفاش كنطيح الخط ديالي ديال الزيرو، كنعمل زيرو و 0.5 و 0.25 في نفس الوقت. لاحظتوا معايا دابا عمل 0.5 0.25 عفوا دابا عمل 0.5 مره دابا عمل 0.5 ها هي طلعت 0 وهذه هي الخط اللي بغيت نوريكم الاخوان كيفاش تطيح الخط ديالك ديال الزيرو غير بالراس ديال الماكينه. كانت عندك ماكينه كبيره وهذاك ما كانتش عندك ماكينه كبيره عندك ماكينه صغيره حاول تقرب لها الزيروز ديالها، يعني الا ما بغاتش يطيح لك يعني حاول تقرب الزيرو ديالها. انا غادي نوريكم كيفاش ترجع الماكينه ديالك حاده ديال الزيرو. المهم شوف الماكينه كيفاش كتخدم بالزيرو، الناس اللي عندها ماكينه صغيره او ماكينه كبيره كلا الحالتين شوف كيفاش كنخدم كنطيح الخط ديال الزيرو. لاحظتوا معايا ديك الخط ديال الزيرو وشيتها في يدك ما كنفرطش فيها، شيتا دائما في يدي. شوف 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 كيفاش غير بالراس ديال الماكينه ما كنخدمش بالماكينه كامله، الا عملت خدمت بالماكينه كامله غادي نعمل الخط ديال الزيرو اللي حد وصعيب باش نطيحها والحسانة ما غاديش انفينيا بحال اللي كانت دابا غادي تخربق الحسانة وغادي نترول، يعني لهذا دائما غير بالراس ديال الماكينه ديال الزيرو ديالك دائما خدم الراس ديال الماكينه 0.5 و0.25 والزيرو ديالنا ديال الحد ديال الماكينه صغيره غير بالراس ديال الماكينه وغادي تكون تفينات الحسانه. غادي نوريكم واحد الحاجه اللي عمري وريتها لكم هي هذه الاخوان، غادي نعملوا 3.5 طريقه هذا التنقيص ديال الشعر، راه بالعكس الشعر اللي كيكون طالع اللور الاخوان وكنطلعوا معاه بماكينه باللور كما كتشوفوا معنا هنا راه ما كينقصش بزاف بحال اللي كنهودوا، بالعكس دابا الشعر طالع اللور وانا نهود معاه القدام، يعني نهبط بالماكينه بالعكس دايده ماشي نطلع بديك الاتجاه غادي نهود، هذيك راه تنقص بزاف. الناس اللي ما كتبغيش تنقص بزاف كيكون عندها شعر صغير
طلع اللور وخصيت نقى شويه. هذه هي الطريقه ديال التنقيس اللي صحيحه. وما كتنقش الشعر بزاف واخا عام 3 ونص، راه نتوما عارفين 3 ونص راه كتزول الشعر بزاف، يعني راه 3 ونص راه كتزول الشعر، ولكن بهذه الطريقه دي ما كتزولش الشعر وكتخلي الكليان يعني يرجع الشعر ديالو الى اللور او اللور. وهذا غادي ننتقل لنتيجه اخر، شوف كيفاش اليد ديالي كيفاش كنخدم ديال المشطه ديال 3 ونص عفوا. وغادي تشوفوا الخط ديالي ديك الجناب ديال الخط اللي عامرين تما، غادي نطيحهم ديك اللي عملناهم بجوج ونص في الاول، غادي نطيحهم بالمشطه ومقاس كما كتشوفوا معنا. ديما فزك الشعر ديالك، ما يجيش الشعر فازك بزاف وما يجيش الشعر شاحت بزاف، ودائما دائما 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 مشطه ومقاس. متسالي مشطه ومقاس، الناس اللي عندها الشيشوار حاول تطلق الشيشوار مزيان، يعني حاول متسالي مرات فيني مشطه ومقاس فيني بالشيشوار مزيان باش كتشوف الاغلاط اللي كاين. الا ما كانش عندك شيشوار ما عندكش شيشوار، حاول مشطه مشط ديما الشعر، الشعر ديما الفورمه اللي كيعملها الكليان باش كتشوف شي زايد شي ناقص باش كتزيد تفيني الحسانه ديالك. لاحظتوا معنا، نتمنى تستافدوا بلي لايك ديالكم وكومونتيرات وبارطاج الاخوان. ما تبخلش عليا بواحد لايك وكومونتير، حاول عمل ماكسيمو ديال الكومونتير الا كنت عندك عزيز واستفدتي. وواحد النسبه الاخوان بغيت نقولها لكم اخوان، واحد النسبه كبيره اللي كتفرج فيديوهات ديالي وما عملها شي ابوني، عمل واحد ابوني وفعل هذيك زر الجرس باش تكون من الاوائل اللي كتستافد فيديوهات ديالي وكتعلم. يعني حاول عمل ابوني وراه باقي والو، نكملوها 100,000 الاخوان، راه دابا هو عمل ابوني وعمل ديك زر الجرس وعمل واحد كومونتير شجعني وعمل لي واحد لايك، وغادي نكونوا الفيديو ديالنا راه قريب نساليوه. باقي غير هذا الاتجاه هذا، وغادي تشوفوا الفينيسيون كيفاش خرج، شوف المشطه ومقاس كيفاش كنخدم. دائما 3 ضربات 4 ضربات ديال المقص وكنمشط، 3 ضربات 4 وكنمشط، ماكسيمو 5 ديال الضربات، ما تطولش بزاف باش كتشوف تينا في ماشي في الخدمه ديالك. وشوف هاد القصه هذه اللي بزاف ديال الناس ما كيعرفوش يخدموها، هذه اللي كتكون كاينه بعد كليان كتكون عنده قصه يعني تجاعيد فيها، يعني الشعر مبوكل كما كنقولوها بالدارجه، يعني شعر كيرلي من القدام، يعني حاول تنقصها له مزيان بهذه الطريقه هذه. مش كتجي الدرجه ديالك مفيني او داك الشعر ديالك من الفوقي مفيني بهذه الطريقه هذه، وغادي نكونوا سالينا. اعطينا واحد لايك واحد ابوني وفعل ديك زر الجرس كومونتير وبيس عليكم.